يلا فلفل فلفل يا يعني الفلفل. حرقت امي. هي ليش هربتي شعرها؟ وقبل ما نبدا هذا الفيديو وصلونا مليون لايك. يلا نبدا. الله الجو حلو. امي قالت يمكن ينزل مطر. انا احب المطر. يا رب امطار خير علينا كلنا. هلا هلا يا دانا، ليش تاخرتي؟ كيفي اتاخر مثل ما اريد. وانتي ليش تتكلميني بهالطريقه؟ كيفي اتكلم مثل ما اريد. عيل خلاص انا ما بكلمك. اوكي عادي. دانا دي ليش دوم متعصبه وما تحبين حد؟ سكتي سكتي، بتلعبين وياي ولا لا؟ ما بقلب، بروح عند لولو. سبت أأس أحد أأس اثنين ثلاثة أربعة خمسة. شو تسوون؟ نلعب سبت أحد. تبين تلعبين معانا؟ ما أريد هذه اللعبة. في لعبة ثانية؟ نلعب شرطي حرامي. شو؟ هاللي ناقص؟ ما أريد ألعب هذه الألعاب. أنا مو طفلة مثلكم. يلا باي باي. يلا روحوا روحوا. أنا مو بيبي. هذه أختك بيبية. يلا روحوا روحوا. بيبي بيبي يلا سيروا سيروا بيبيات. أنا مو بيبي. بيبي يلا يلا سيروا. هاللي ناقص ألعب مع أطفال. ما حبك. أنت شريرة يا دانا. أنت شريرة. دانا روح الهواء. ها؟ ليش ما حد يحبني؟ ليش كلهم يقولون عني شريرة؟ لازم أأدبهم وأخليهم يحترموني. أوه هذه دانا. دانا من سوالف بناتي. غريبة، ليش بروحها؟ خليني أروح أشوفها. ليش تطالعيني؟ ها؟ بس انتي ليش بروحك؟ انا اعرف انكم كلكم صديقات مع بعض. ترى خلاص هم مو بصديقاتي. افا شوفي شوفي، انا فاعلت خير وبقدم لك نصيحة. اوكي؟ شو هالنصيحة؟ شوفي يا حبيبتي، الناس ما تجي الا بالقوة. ها كيف؟ كلامي واضح حبيبتي، يعني أدبيهم. إنزين خبريني شو أسوي؟ هذا الشيء ما بقولك لأنك أنتي دانا بطلة سوالف بناتي وتعرفين كيف تسوين. أنا نصحتك يا حلوة والحين أستأذنك بروح أنصح وحدة ثانية. مع السلامة. مع السلامة. ها؟ أوكي الحين ببدأ بأدبهم. فطوم متى ماما بتسبك الكيكة؟ الحين. أنا كيكة. هي ماما بتجيب لي كيكة كبيرة. أنا متحمس أسبك حفلة كيك. شو تسوون؟ فطوم عندها حفلة. ما شاء الله مستشورة شعرها بعد. بتجيبون كيكة بعد؟ هي. هاي هاي جت ماي. الحين خربت الحفلة. خرجت عليك ماي، خربت الاستشوار. هاي ليش خربتي شعرها؟ أنا حفلة خلاص روحي. يلا يلا روحي. وناسة وناسة. لا مو مناسة، روحي. يلا باي. خربت الحفلة. فطوم لا تزعلين، انت حلوة فطوم. هذه دانا مشاغبة، ما بعطيها كيكة ولا شيء. ما احب اخربت شعري. برتب شعرك. انت هي مستانسة؟ هي ليه تصيحين؟
أوكي بخبر عليها أبويا. أبويا قام بيضربها. هي فطامي قاعدة هناك. أوكي بفتح الانجوي. يلا فلفل فلفل يا يعني الفلفل. وحار بعد بحط. اوه شكله سبايسي. خليني اخلطه عشان فطامي ما تعرف انه داخل دقوس. يلا يلا دقو حار. اوه احمر لونه احمر. يلا يلا خليني اعطيه فطامي. اوه ريحته ريحته فلفل. اهلين فطامي. اهلين. تريدين اندومي؟ خليت لك عشان انا اسف. يا فطامي انت اختي الصغيره يا اجمل اخت في العالم. ليش تقولين هذا الكلام اول مره تقولين؟ هي اعرف. فانا جبت لك اندومي تعبير عن اسفي. ها خلاص انت صديقتي. انا قبلت اسفك. شكرا على الدومي يا دانا. عفوا. بالعافيه. باي. اوكي عادي لعبي بس ترى اول مره تستاذنين. لا 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 بس انا اخاف اسوي لك ازعاج. بس قلت بستاذن منك. اوكي عادي لعبي. اه دانا ليش تفلعيني؟ توقعت من وراها شر. أنا أغير مكاني. دانا خربت علينا الطلعة. حلو أطبع دومي حارة وحتى خربت علينا الكيكة. بعد خربت شعري. دايز بيبي وقال أنا ولدود بيبي. أهلين. هلا ليش متضايقين؟ اشوفكم من بعيد متضايقين. ليش؟ من دانا. هي هذه دانا الشريرة. انا شفتها متضايقة وقلت لها روحي تسامحي مع صديقاتك لكنها شريرة وما تحب الخير وقالت لا انا ببين اني قوية. من متى القوة في المقالب؟ هي انا نصحتها تكون طيبة لكن هي شريرة. انا انصحكم لا تكلمونها. خلاص نحن ما نكلمها. هي ما بخلت ويانا. يا ليلى الشريرة المخادعة. صح انا سويت مقالب بس ليلى اللي شجعتني. ها لا 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 انا ما يخصني. مع السلامة مع السلامة. ها شفتي ليلى المخادعة. شفتي كيف هربت؟ يا دانا لو كانت ليلى مخادعة انت بتصدقين المخادع؟ انت بتصدقين المخادع بسرعة؟ وهل يصير انك تأذين غيرك؟ ما يصير اللي تسويه. خربتي علينا الرحلة. ها انا اسفة بس انا اعرف انتم ما راح تسامحوني. بروح البيت. لا 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 خلاص تعالي نحن بنسامحك هالمرة. وانتو يا اصدقائي لا تسمعوا لمن يقدم لكم نصيحة بالشر وكونوا أكثر وعياً بمصلحتكم وبما ينفعكم. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب ولا تنسون تضيفون حسابنا الانستغرام والتيك توك والسناب شات. باي نحبكم.